هالناس عيشي معي ويا الناس شجاه الناس شجاه الناس شجاه الناس عيشي معي ويا الناس شجاه الناس. انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص انتي عذابي وحيرتي وصمتي. انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص انتي عذابي وحيرتي وصمتي. يبعدوني يضيعوني يبعدوني يضيعوني لعبال الوهم والشك كل بنهم ينسوني لعبال الوهم والشك كل بنهم ينسوني تنسوني 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 تنسوني. أنا حبها سرب دمي ينام ويصحب عيوني شجاعكم يا بشر ما ممكن تمنعوني. وهذا كنت خايفة منه. خايفة؟ نادية. نادية. رح أظل بنظرك ذيك البنية اللي شفتها بالمصيف واللي اسمها نادية. الملاك الكذب. الملاك الكذب اللي ما أريد أصيره مرة ثانية واللي أكرهه واللي أريد أنساه. بس أنا ما راح أنسى أبدا. إذا ما راح تنسى ما راح تعرفني عادل. راح تبقى تحب الخيال مالتي النسخة المزيفة مني. أنا إيمان باوعني زين تعرف علي ورا الشكل هذا مال نادية. أكو فد بنية اسمها إيمان هي اللي قاعدة تحكي وياك هسه. أنا ما تهمني الأسماء. أحلام، نادية، إيمان، كل الأسماء أنتي، كل الحياة.
أنا مو كل الأسماء عادل، أنا مو صورة، مو رسم، أنا بنية من لحم ودم، بخيري وبشري، واسمي إيمان عبد الفتاح. إيمان عبد الفتاح؟ أتمنى لو هسه ونمت عارفين عادل، هسه هالدقيقة هاي، لو ما حد ما شايف اللاخ من قبل، وماكو فد شي بيناتنا اسمه نادية. نتعرف إيمان. ونادية ماكو بعد عادل. ما تسألني منو نادية، ولا شبيها نادية، ولا أي شي عن نادية. ولا أي شي عن نادية. خلني أتعرف لعادل. عادل إبراهيم. إيمان عبد الفتاح. اسمح اخي بالدقيقه بالله، شلون اقدر اشوف الاستاذ فاضل؟ استاذ فاضل؟ فاضل محمد مدرب المنضده فوق غرفه المنضده. وين؟ فوق هاي مساء النور. أنا سيد فوزي. هلا مرحبا. تفضل. العفو، أحلام جبت لهنا؟ أنا جبت عليك. بس ضيع طمع. لا لا ماكو شي، بس احتاجتها بشغلة وصورت راح ألقاها هنا. بس رجاء سيد فوزي، رجاء يتذكرها الأحلام باللعبة النهائية، ترى اللعبة على الكأس ويوم الاثنين. إيه إيه طبعا طبعا أكيد يوم الاثنين. أكلي إيمان. أكل. يعني هالأيام مسوية رجيم. أنت فعلاً وايد متغير عن نادية. أنا آسف فعلاً. يا ريت لو أقدر أغير شكلي هذا، ما دام هو نفسه شكل نادية. إيمان أنت هم رسمتها نفسك؟ رسمتها هواية. لعد يا ريت لو مزقتهم كلهم. ليش؟ عندك سيارة؟ طبعا سيارة صبري. صبري؟ احنا كلنا هستونا متعارفين عادل، وما حد ما يعرف الاخ. يعني قصدي عندي سيارة وما اعرف اسوق، حاولت وما قدرت. لازم تقدر عادل، لازم تتعلم تعرف. اعلمك اني؟ يا ريت. اعلمك. ايش بيش ايمان؟ شوية راسي دي يأذيني. لازم أعلمك. مساء الخير فوزي. أهلا. مساء الخير نادية. أحلام ماكو؟ أحلام عندي. تقدرون تخبرون فدي شوية؟ إيه مشغولة. مع السلامة. نصبح لسه أدور عليها، خليت مكان ما دورته ماكو. فوزي أخاف بالنادي. لا بالنادي ولا بغيره، حتى صديقاتها تعرفن مريت عليهن ما موجودة.
فوزي اهدأ اهدأ، ترى احلام مو طفلة. وبعدين قبل وين تروح؟ المشكلة ما اخذ غراضها وملابسها وطالعة من البيت. معقولة؟ انا بدي اقول لك هالشكل. اكيد انت تعاركت وياها. اي تعاركت وياها، اعترف انا تعاركت وياها، هاي اول مرة بحياتي صيح عليها. بس المهم هسه وين القاها وين اشوفها؟ قابل وين تروح؟ وين تروح؟ لازم نلقيها. يعني هي ما خبرتك، ما حكت وياك، ما شافتك؟ فوزي فوزي اطمئن، انا هسه راح اخذ سيارتي واروح ادور عليها الى ان القيها. زين زين. مساء الخير. هلا ابو وفاء. شلونك خالة؟ هلا بيك. شلون صحتك؟ شلونك؟ الحمد لله. تعي ابوسك يما. هلا هلا ابو وفاء. الله يخليك. شلونك يما؟ الحمد لله. عمي ابو نجاة شلونه؟ الحمد لله بخير. اهلا وفاء. اهلا شلونك؟ هلا هلا. شلون صحتك؟ الحمد لله. انت شلون؟ شلون كيفك؟ تدرين عن اليوم كنت بارد اشي عليك؟ قلوب سواجي. خالة هاي جبت لكم اياها. هاي شنو الزحمة يما؟ لا ماكو زحمة. هذه منو؟ وفاء. هلا عمو. اهلا وسهلا. شلون؟ بشري. مرتاحة كلش مرتاحة. الحمد لله الحمد لله. وفاء تعي عندي حكاية وياك. تسمحوا لنا؟ تفضلي يما. تعرفيني اليوم منو اجى علي بالمسرح؟ فخرية مرت ياسين المسعود. هاي جابها عليك انت، دلتني واجت علي. نجاة هبن قلتي لها اني وين؟ لا طبعا شلون اقولها. نجاة هاي خلي تولي مرت الثانية، من تجي طرديها. زين غير اقول لك ايش قلت لي؟ قلت لي ضرب بعد ماكو، سب بعد ماكو، ومصروف الشح الزيدة. ايش قلتي؟ ترجعين لو ما ترجعين؟ أنا أرجع بعد ديك النقرة مالت ياسين المسعود؟ لو تفرش لي إياها منا لهناك ذهب من بعد ما أرجع. نجاة أنا هسه يلا حسيت أنا عايشة، تريديني أروح أندفن من جديد؟ ما علينا ولا يهمك. هسه ما قلتي لي أنت مرتاحة ويا سميرة؟ مرتاحة ويا سميرة ومرتاحة بالدائرة ومرتاحة وياك ويا البيت، وهسه كل شي مناقصني وكل شي ما أريد. ألو ألو هلا نادية. ها؟ لا شلون نادية؟ شلون لعد أحلام؟ وين صارت؟ وين صارت؟ نادية دبريني، بعد ما تحمل أعصابي راح تنهار. نادية كل شيء ولا أحلام، إذا صار عليها شيء أقتل نفسي وراها. زين زين. إي أبقى هنا وين أروح لعد؟ انتظر تليفون منك. زين شكرا. الو الو بلي فوزي منو؟ داود؟ ها شنو؟ أحلام عندك؟ شو كجتي؟ شو تسوي عندك؟ شو كجتي؟ اسمع داود، هسه تقول لها اثلم غراضة وتحضر نفسي، هسه راح اجي عليها. ماكو باكر ماكو، هسه 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 اجي عليها. أحلام وين داود؟ على الأقل قول السلام عليكم. احنا من زمان ماكو بيناتنا السلام عليكم. أحلام وين جابها عندك؟ جابها عندي. شنو فوزي؟ أحلام أختي مثل ما هي أختك. يبا من شوكت أنا صارت أختك؟ من شوكت عرفت أنها أختك أنت؟ العتب عليها، هي العافتنا كنا ولحقتك إلك. طبعا تلحقني. شو متلحقني؟ تلحقني؟ لعد مثل أبويا طرد من البيت بليلة سودة؟ من عمايلك أنت؟ إيه من عمايلي، بلي من عمايلي. بس شوف عمايلي وين وصلتني، وشوف عمايلك أنت شوف وين مقعدتك. جاي تعيرني فوزي؟ قلت لكم أصير وأوصل وأصير أعلى من عندكم، ووصلت وصلت. وين أحلام؟ أحلام أحلام
معقوله تعوفيني هالشكل؟ يعني قلبك شنطيك تعوفيني احلام؟ فوزي بعد ما اتحمل احلام. فوزي صحيح انت تحبني، ما اقول لا، تحبني وتدور مصلحتي وتموت علي، بس انا هم انسانه اشعر افكر، عندي وجهة نظر بالحياة. نفسي فوزي مرة واحدة بحياتي نفسي أقول أسوي شيء، أقول أنا اللي سويته مو أنت اللي دليني عليه. أحلام أنا ما مانع عنك شيء، بس حظك اللي دلت على ناس ما يستحقون حتى تشوفين وجوههم. أعطيني فرصة أتعرف على الناس، أشوفهم أكتشفهم أحدد موقف منهم. فوزي أنا مو طفلة، لساك تعاملني معاملة طفلة. فوزي أنت أكبر أكبر، أنا كبرت فوزي كبرت، ولا ما معقول كتاب بداية تأخذ من عندي والشقيقة. أصيح لش داودة خليه يحكي لش عن هذا الواحد، شنو هو منه هو ومنه أمه. فوزي أنا مدى أتكلم على عادل، أنت عايش على معاملتك وياي، على مكانتي ببيتك. بيتي؟ يوم الشقيقة للكتاب باشر تطردني من بيتك. أنا أطردك من البيت أحلام أني؟ يعني البارحة فكرت هواية بنفسي، فكرت بنفسي، اعتمدت عليك، اعتمدت كل شيء عليك، حتى الشهادة اللي حصلتها علقتها بالبيت وما دورت لي على شغلة اشتغل بيها. أحلام شنو شهادة؟ شنو شغلة؟ شنو وظيفة؟ مو هذا اللي عنده ولا ما عنده كله إلش أحلام؟ تريدين أسجل هذا البيت اللي قاعدين بيه أنا وياك باسمك أسجله. حتى ذاك الوقت انت تطردين من البيت مو انا طردك. ها يلا احلام مشي. فوزي ما ارجع. لا ترجعين احلام. دا اقول لك ما ارجع. احلام اذا ما ترجعين يعني معناها ما اطلع من البيت، ابقى هنا ببيت داود ما اطلع الى ان. تعال داود تعال احكي لها عن ابن جميله، احكي لها تقبل اختك احلام تحت شويه ابن جميله. الله يرحمها الجميله. داود جميلة ما حد كتلها غير الناس بتاكل بعض هذا العالم. فوزي أحلام بيتي هذا بيتك، وإذا ما يعجبك تروح. لا 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 يعجبها، يعجبها تروح وياي، يعجبها تروح ويا فوزي داود يعجبها. قولي له أحلام، قولي له يعجبنا روح ويا فوزي. قولي له أنا من كنت صغير عرفتكم كلكم ورحت ويا فوزي وراح أبقى ويا فوزي. قولي له أحلام احكي. معقولة؟ هذا إشي في عقلي؟ مستحيل. أحلام ترجع عيني وياها معناها ترجع عيني وياها. أحلام بكيفها فوزي. لا مو بكيفها، مو بكيفها. سمعت أحلام، أحلامي أحلام أنا اللي ربيتها، أحلام أنا اللي سويتها، أحلام أختي وبنتي ونفسي. يلا أحلام يلا امشي، يلا امشي. عوفها هسه فوزي، عوفها هسه، انطيها مجال تفكر، خليها هنا كم يوم. اقول لها ما اطلع منها اذا مو احلام وياي، ما اقدر. صباح الخير. صباح النور. تفضلي. العفو، اكو سفرة سياحية للحضر؟ اي نعم تفضلي. ممكن اعرف اجورها ومواعيدها شلون؟ كل المعلومات موجودة بالاعلان بالواجهة. ممكن تكتبي لي اياها؟ حاضر. شكرا.
اهلا وفاء. حضرتك منو؟ جاوبيني على السؤال المكتوب بالورقه وبعدين اقول لك. ما فهمت للسؤال شنو؟ لقيت العقود ببيت عادل؟ العقود؟ العقود مال فوزي، الأراضي على البياض اللي كان يبيعها فوزي وجماعته للناس، ياسين المسعود مثلا اللي حضرتك تاخذي الراتب من فوزي. مساعدة مو راتب، أنا اللي كنت أعرفه مساعدة مو راتب، لأن ياسين المسعود بالسجن أعرف، وكان فوزي هسه هم بالسجن لو أحد مودي هاي العقود للمحكمة. أنا ما أعرف أي شيء عن العقود، صدقيني ما أعرف. وفاء هاني ونادية، نادية هم ما تعرفيها؟ أنا ما أعرف كل شيء، أنا منية فقيرة ومقطوعة، أريد أعيش بشرف. واللي يعيش بشرف لازم ما يكذب، ولازم يحكي اللي عنده والما عنده. بس أني نادية وين ومنو؟ احكي، إذا ما تحكين اليوم راح تحكين باكر، وإذا ما راح تحكين باكر راح تحكين عقبه. أنا ما دام عرفتك أبدا ما راح أعوفك، أنت فاهمة وفاء؟ ما أعوفك أبدا، ما أعوفك. الو، نعم، اهلا اهلا استاذ فاضل، اهلا بيك، مساء الخير. اي 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 موجوده، لحظه واحده. احلام، احلام استاذ فاضل على التليفون. قل له ما تقدر، مريضه واعتذر لي منه. أحلام عيني، مو يريد يحكي وياك على مود اللعبة. ما أقدر ألعب. ليش؟ لأن أعرف نفسي إذا ألعب راح أخسر، وأفضل شي ما ألعب. لا لا حلو مع حبيبتي، لا، هذه لعبتك، لعبتك اللي كنت تحلمين بيها. أرجوك فوزي ما أقدر، روح قل للرجال واعتذر لي منه. الو، العفو استاذ فاضل، اسف جدا، ممكن تخبرها غير وقت الله يخليك. اي والله شويه تعبانه. نعم، شكرا استاذ، مع السلامه. على الاقل افتح فتح شباك صغير للضوء عادل. عبالك مهجور؟ وهم كان مهجور، وانا هسه قاعد بيه مؤقتا إلا أنا أشوف لي فندق. لازم أنت تحب تفنيها لنفسك، لو بالفنادق لو مثل هيك كهف. من كنت صغير وأنا أحسب نفسي منفي، متعلم حجرة صغيرة مالطين لو فتبستان بعيد بآخر القرية وأفتر بيه وحدي. اللي يعيش بوحده ما يقدر يحب أحد عادل. مع ذلك أنا أحبك إيمان. ثاني وحدة من هاي الدنيا عادل، وإذا تحبني لازم تعيش وياي بيها بخيرها وبشرها، وبعدين البقية مو أحسن منك، أنت أحسن من هواية ناس أعرفهم أني عادل، وحتى هم أحسن مني. أنا مو أحسن منك نادية. نادية العفو إيمان، أنا قلت لك أنا أكره النادية، قلت لك لا تجيب اسمها قدامي مرة لوخ. نادية كانت تغشك، كانت تكذب عليك. أنا ما يهمني، بس أنا يهمني عادل، أنا أريد أنساها النادية، أريد أنسى كل اللي سوته والفكرة بي. لأني شنو؟ موديات. بس هذه مو زين، واحد تعود عليهم. اعرف انت
لا سخت اثنين منهم يوميا ستة. بس هذا انتحار. كل واحد ينتحر شكل. انت في هالبيت واني بذني الحبوب. امشي نطلع علمك سياق عادل. ايمان اريد اعرف اللون اللي عجبك. اللون للبيت. جاني عجبني سمار. جان انتظرك برا. مساء الخير. اهلا. مساء الخير. فوزي موجود؟ ايه موجود. تفضل. مساء الخير. انتهى؟ الكمبيالات. كمبيالات؟ ما تريد الدين مالك؟ جبت لك اياه 1500 دينار. اي بس يعني ما مطالب بالدين مالي. بس انا مطالبه نفسي. الكمبيالات صار. منو هي نادية؟ نادية؟ نادية دزيتها على عادل حتى تجيب لك العقود. جابت لك اياهن لو لا؟ انتي شلون عرفتي هالنادية؟ عرفت. جابت لك اياهن لو لا؟ انتي اعرف. انتي مو بوقت رحت دورتي وقلبت البيت وما لقيتيهن؟ هاني بس اريد اعرف منو ووين هي نادية. هل فد وحدة محتاجة مثلي وسويت نفسك آدمي طيب براسها وداينتها فلوس؟ هم قلت لها عادل فد واحد محتال واشترى مني أراضي بالخسارة وراح أفلس من وراهن؟ وهم قلت لها هذا فد موضوع انتهى بوقته منتهى. مو من صالحش تعيدين بيه. هاني داعيدة على مود فد إنسان سوى علي مصلحة ولازم أعرف هالنادية منه ووين هي. عادل أخو صبري لازم نطاش الصور والرسائل. من هاي لقت فرحانة ورحت انخطبتي و... هذا فات شي ما يهمك. أنا بس صرت أعرف الفلوس هذه من عادل لو من خطيبك؟ من خطيبي طبعاً. من خطيبك طبعاً. وطبعا خطيبك هذا ما يعرف اكو علاقة بينك وبين صبري سابقا. هاني ما انكر كنت احب الصبري لان حسيت بي غير شكل. فاذا انا دا ادور على العقود مو من صالحك انت. بس حتى اعرف بنفسي واتأكد سيد فوزي. خطيبك يعرف لو ما يعرف؟ طبعا ما يعرف. واذا تحبين اخليه يعرف. منتهى أنا هم عندي صور. مين هاي؟ هذه من صديق الصبري واحد اسمه عدنان صاحب فندق الشروق. كان يشتغل ويا الصبري بالأدوات الاحتياطية مال السيارات وبقعدة الشروق حكى له كل شيء وقدر يحصل منه هاي الصور. صبري؟ صبري. صبري اللي حبيتي وحسبتي غير شكل. صبري أسعد شي عنده بالحياة كلها أني صادق بنية ويفضحها بين الناس. بس اش ما يكون أحسن منك أنت؟ أنت أتعس واحد بالدنيا كلها. وانت فوزي اسمع فوزي، أنا شفت مصايب هواية بهاي الدنيا
من ما أبويا طلقها لأمي والحد ما ساقتني الدنيا عليك وداينت منك فلوس الأمي وورطتني بهاي الورطة. دا شوف هلاي الحق اللي بإيدي ما أرجع عليه أصبعي إلا نحكي للخطيب بكل شيء وبنفسي أنا فوزي. لا تخليهن الفلوس عندك، خليهن جائز من تحكي له راح يرجعهن. أخليهن فوزي، لكن حتى لو عرف أحفر القاع بأصابعي هاي هم لازم أجيب لك الدين مالك وبعدين نتفاهم. سيد فوزي نتأخر. صباح الخير. قاعدة قاعدة سميرة. صباح النور. يلا مت يلا قومي حتى نروح. سميرة أنا اليوم ما راح أروح للشغل. ليش؟ مو شوية تعبانة مالي خلق. قومي قومي، هذا النوم هو اللي يسوي تشيك ويزيد تعبك. يلا قومي كل شيء ما بيش قومي يلا قومي نروح للدوام يلا. تفضل. شكرا شكرا سيد فوزي. تفضل سيد. استريح فدقيق واحدة بقصتك. تفضل استريح. حلومة، جبت الأستاذ فاضل وجيت عليك. اهلا اهلا استاذ فاضل. هلا حلومه، شلونك؟ شلون صحتك؟ شكرا. احوالك؟ ان شاء الله زينه. شكرا. هلا مرحبا. يلا طبعا اني قلت للاستاذ فاضل، قلت له احلام متى تشارك باللعبه؟ طبعا لان استاذ فاضل يعرف اذا ما العب بمزاج اخسر. لا 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 ما تخسرين، خسارة ماكو إن شاء الله. وبعدين هذه لعبة النادي حلومة، مو لعبتك أنت بس، يعني مزاجك مو أكثر من ساعة واحدة، ساعة زمان انسي ولعبي بمزاجنا احنا. أستاذ فاضل ما يرد للطلب وما أقدر أقول له. شكرا شكرا جزيلا حلومة. شاي قهوة. والله إذا تسمحين قهوة. شكرا. أستاذ فاضل طبعا أنا قلت لك هو صوت من عندي. شوية صار بلاف سوء تفاهم وأنا صيحت عليها. سيد فوزي، واحدة مثل أحلام يصيح عليها؟ أنت ما تعرف أحلام بنية ممتازة وحساسة لآخر درجة. أعرف كل زين، لذلك ما أريد تخسر. والله هذه رياضة سيد فوزي، والرياضي يتحمل الربح والخسارة. أنا ما أريد أحلام تخسر. هي شو اسمها البنية راح تلعب بها أحلام؟ اسم البنية رجاء. ليش؟ رجاء يعني ما أقدر أشوفها لها رجاء. أنا مستعد أدفع لها 3000 دينار إذا وافقت تخسر نفسها قدام أحلام. نعم؟ زين، 5 ادفع لها 5000 دينار. انت بس خليني اواجهها، انا اعرف شلون اقنعها. اكيد حضرتك دت الشاقه سيد فوزي. استاذ فاضل، لانه اني مستغرب جدا ان اسمع من عندك انت بالذات هذا الحكي.
لان احلام منطتني صورة عنك تختلف تماما. استاذ فاضل، مو انت ما تعرف انا ايش قد احب هالاحلام. وبعدين لعلمك احلام اذا سمعت هذا الحكي راح تستغرب ايضا، وانصحك لا تقول لي اياه ولا سمع لي اياه ابدا. اهلا، تفضل استاذ فاضل، تفضل استريح، تفضل استريح. شكرا. اهلا عمي. مرحبا عمي. اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ يا هلا بيك. شلونك عمي؟ اشكرك الله يسلمك. زين عايش وحدك؟ ايش عجب ايش عتب؟ عواطف شوي ما لها خلق اليوم. ليش خير؟ ايش بيها عيني؟ لا ماكو شيء، انفلونزا بسيطه. زين اقوم اخابرها؟ لا قلت لك ماكو شيء. العديمان وين؟ غير بالدائرة. يا دائرة هاي؟ هي الأيام شوية إذا تتأخر عمه، وتدري المواصلات هم زحمة. أشوف أنتوا قصرتوا وبعتوا سيارة المرحوم. والله عمه شفنا السيارة كبيرة عليها، قلنا نشتري لها سيارة صغيرة على قدها. بس أشوف هالأيام إيمان رايح واهسها. إيمان هي رايح واهسها من كل شيء، مو بس من السيارة. على كل إن عم أنا جيتك بشغلة تخصها الإيمان. خير ابني؟ خير إن شاء الله. أول مرة تعرفين بيت حجي عباس؟ بيت حجي عباس؟ جيرانكم الأولانيين لو نسيتيهم يعني. بلي بيت حجي عباس أبو إسماعيل. أها، رحم الله أمك مع أبوك. هل إسماعيل هذا جاني للدائرة، جاد يريد يخطبها الإيمان. مشكلتي المحبة والخلاص، انتي عذابي وحيرتي وصمتي. انتي صرتي مشكلتي المحبة والخلاص، انتي عذابي وحيرتي وصمتي. يبعدوني يضيعوني، يبعدوني يضيعوني. لعبال الوهم والشر كل ظنهم ينسوني. لعبال الوهم والشر كل ظنهم ينسوني. تنسوني 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 تنسوني. أنا حبها سرب دمي ينام ويصحب عيوني. شجاعتهم يا بشر ما ممكن تمنعوني.